شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم في حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته 30 والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنويا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين والذي أقيم في منطقة الجنادرية. ولدى وصول جلالة الملك المفدى إلى منطقة الجنادرية كان في استقبال جلالته أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان. وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بجلالة الملك المفدى وتبادل مع جلالته الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما وصلت إليه من مستوى متميز في جميع المجالات. وقد تابع جلالة الملك المفدى مع أخيه خادم الحرمين الشريفين سباق الهجن السنوي الكبير بمشاركة عدد كبير من المتسابقين والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية. وقد ألقيت خلال المهرجان قصائد شعرية بهذه المناسبة. بعد ذلك توج خادم الحرمين الشريفين الفائزين الخمسة الأوائل في السباق. ولكن الله الحزم 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 مع صدارة مع المركز الأول مع السيارة السيارة مع الحزم تهانينا والناموس مالك الحزم سمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود تهانينا مراكز وثاني التحدي كان الوصول